يلاحقون الارقام التي تحول بين الاليات وبين الاهداف. Hi friends, welcome to Yoonus Vlogz. Inna mal kaan anbo unnadu UAE Armed Force inde samyuktamayi nadanna oru avarude sainika abhyasana valare manoharamaya parivadi aayirunnu appo ethra thola enikku edukkan patti ennallathu enikku ariyilla ningal kandittu ayinte abhiprayam comment cheyya appo ningalkku adinte korchu kaazhchukal kaanam korchu length undavum video pala shemichittu kaana appo aadhe kaanunnavaru subscribe cheyya like cheyya comment cheyya okay appo namukku video lkku povam. ഈ പരിപാടി പേര് യൂണിയൻ ഫോർട്രസ് എന്നാണ്. ഇത് രാജ്യങ്ങളുടെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഇത് നടത്താറുണ്ട്. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ഈ സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ ഉമ്മൽക്കോയിന്. യു എ ആംഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ധൈര്യവും ഡെഡിക്കേഷനും സ്കില്ലൊക്കെ ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതുപോലെ അവരുടെ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് പരിചയപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ രാജ്യത്തിനെ എങ്ങനെ ഇവർ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു. എത്രത്തോളം എനിക്കതിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അപ്പോ അതിൽ പല സമയത്തും ഫോക്കസ് ഔട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിലൊരു തെറ്റുകളൊക്കെ ക്ഷമിക്കുക. ഞാൻ അതിൽ എഡിറ്റൊന്നും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നില്ല. എടുത്തത് ഏകദേശമൊക്കെ ഒരുപോലെ ഒരു വിധം അതേപോലെ തന്നെ ഇടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിലൊന്നും എനിക്ക് മിസ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ക്യാമറ പല സൈഡിലേക്കും എത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. വീഡിയോ തുടരുക. نحو مكان إقامة الشخصية الهامة وذلك لتأمين وصول الشخصية الهامة إلى مقر إقامته وتستمر عناصر حرس الرئاسة الخاص بتفتيش المركبات باستخدام الأجهزة الحديثة التي بحوزتهم للكشف عن المتفجرات بينما إذا ما شاهدنا أقصى اليس حيث يقوم عمال ومدنيين بمظاهرات سلمية وذلك للمطالبة برفع الأجور المدنيين نشاهد المظاهرات تنقلب من مظاهرات سلمية إلى مظاهرات لإثارة الفوضى ولخلق بلبلة في هذه المنطقة في هذه الأثناء يصدر مركز العمليات المشترك بتكليف قيادة شرطة أم القوين وأجهزة مكافحة الشغب وأجهزة العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية حيث نشاهد الآن آليات وسيارات شرطة أم القوين وأجهزة مكافحة الشغب والعمليات الخاصة تصل الآن إلى مقر المظاهرات حيث يتم التفاوض مع المتظاهرين وذلك لمعرفة مطالبهم بينما نشاهد الآن عناصر شرطة أم القوين والعناصر الأمنية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية مستخدمين التجهيزات الفردية كالدروع والعصي وكذلك الكلاب الهجومية وكلاب مكافحة الشغب يتم تطويق المتظاهرين الآن من كل الجهات وذلك بغية فض هذه المظاهرات سلميا دون وقوع أي إصابات يتم إلقاء تشاهد اقتراب دراجة مسيرة عن بعد للعدو في محاولة الاقتراب التحصينات الأمنية لأجهزة الشرطة يتم اعتراضها وتفجيرها تستمر عملية إخلاء المتظاهرين المدنيين عبر الحافلة التابعة لوزارة الداخلية بعد أن تم فض هذه المظاهرات سلميا دون
وقوع أي إصابات في الأرواح والممتلكات. تغادر الآن المكان بعد أن تم فض هذه المظاهرات، بينما نشاهد سيارة للعدو تقترب في محاولة لعرقلة سير سيارات الشرطة، حيث يتوجه أحد العناصر المعادية ويقوم بالرماية مستخدما قاذف الار بي جي، ولكن تمت هذه العملية بينما نشاهد اقتراب سيارة مدنية نحو نقاط التفتيش في محاولة لاقتراح التحسينات الأمنية للحرس الخاص. نشاهد ترجل أحد العناصر المعادية حاملا حقيبة يقوم برمايتها حول نقاط التفتيش، بينما يقوم أحد عناصر الكلاب الهجومية بإلقاء القبض عليه، بينما يقوم الكلب الآخر المخصص بالكشف عن المتفجرات بالتأكد بوجود متفجرات داخل تلك الحقيبة. يتجه الآن الروبوت الآلي نحو الحقيبة، وذلك لإبطال عمل المدهة وتفجير تلك المتفجرات، تلك التجهيزات الخاصة التي تتواجد بحوزة عناصر الحرس الخاص لحرس الرئاسة، بينما نشاهد اقتراب دراجة مسيرة عن بعد للعدو يتم رمايتها قبل أن تصل إلى نقاط التفتيش للحرس الخاص. كذلك هنالك سيارة أخرى تقوم من جهة اليمين بمحاولة وعلى متنها عناصر مسلحين للعدو، ولكن رجال حرس الرئاسة الخاص لها بالمرصاد يتم اعتراضها والقضاء على العناصر المعادية من قبل آليات الحرس الخاص، بينما نشاهد سيارة أخرى تتجه إلى مقر إقامة الشخصية ويتم تفجيرها باستخدام القوارب من قبل الحرس الخاص. كذلك هنالك سيارتين من جهة اليسار يتم اعتراضها، في هذه الأثناء يتم دعم جوي من قيادة حرس الرئاسة، بينما يتعامل الحرس الخاص مع إخلاء الشخصية جوا
عبر تلك المروحية مروحية الملاكوب التي تم طلبها. نشاهد الآن مروحية الملاكوب تغادر المنطقة بعد أن تمت إخلاء الشخصية عبرها بعيدا تحت حماية جوية من قبل مروحيات البلد الهجومية وتحت حماية كذلك من العناصر النسائية التي أقرعت مع الشخصية الهامة. بينما يغادر الآن تغادر سيارات الحرس الخاص نشاهد تحركات مريبة للعدو يقوم بزراعة ونذر الألغام هنا وهناك في محاولة لإحداث الفوضى ولزراعة الألغام هنا في هذه الساحة وكذلك نشر المسلحين في المباني التي تقع في هذه المنطقة. بينما نشاهد الطائرة المسيرة عن بعد من نوع السبر تقوم بالتحليل في هذه المنطقة وذلك لجمع المعلومات عن تحركات العدو وعن أماكن تواجدهم وعن التسليح وعن أعداد العدو وإرسال تلك المعلومات إلى مركز العمليات المشترك. في هذه الأثناء تصدر التعليمات من مركز العمليات المشترك بتكليف كل من قيادة القوات البرية وقيادة القوات البحرية وقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي وقيادة حرس الرئاسة وقيادة العمليات المشتركة بالقيام بعملية نوعية مشتركة لتطهير المنطقة من عناصر العدو. بينما يتم تكليف لواء الفرسان التابع لحرس الرئاسة بتطهير المبنى الذي يقع جهة اليسار نشاهد في عرض البحر اقتراب القطع البحرية التابعة للقوات البحرية تقوم بمعية الزوارق السريعة التابعة لفريق لواء الفرسان تقوم بالرماية على أهداف أرضية ومتحركة للعدو ورماية الأهداف الأرضية للعدو والأهداف المتحركة من آليات وأهداف ثابتة. بينما يقترب الآن فريق الفرسان من الشاطئ تحت حماية من قبل الزوارق Yeah.
تحيات البل الهجومية في بدء عملية صهوة ناقلات الجند بأمي ثلاثة.
يتقدمون بالتوازي مع تقدم الدبابات دبابات الليكليرك في عملية هجوم على الأهداف الخمسة التي هي عبارة عن خمسة مباني تقع جهة اليمين. يتقدم رجال فريق القتال البري نحو الأهداف تحت جدار دخاني ساتر. تبدأ الآن عملية تطويق المباني من كل الجهات. يتم تفجير مداخل المباني بينما نشاهد عملية التحميل للآليات المدرعة التابعة للعمليات الخاصة عبر الجسور العارمة في البحر لإبعادها. أيضاً يتم الانتهاء من عملية فريق القتال البري الذي الآن يقوم باشتباكات عنيفة داخل المباني. اشتباكات عنيفة بين فريق القتال البري وفريق أو عناصر العدو المتحصنين داخل تلك المباني. شاهدنا الآن عملية التوسع بعد أن قام رجال فريق القتال البري الآن بتحرير المباني وتطهيرها. نشاهد هنالك زارة في عرض البحر في محاولة للعدو لتفجير حقول نفط تقع فيها بحقل البحر تتجه نحوه الآن من محلة الأباتشي الهجومية. يتم الآن تفجير ذلك الزورق بمن فيه وإغراقه في عرض البحر. رجال قواتكم المسلحة دائما على أهبة الاستعداد لأي طارئ يهدد أمن وأمان هذا الوطن العظيم. تستمر الأباتشي الآن بتأمين هذه العملية من الجو. شاهدنا قواتكم المسلحة بكافة الوحدات المشاركة في هذه العملية وأجهزة وزارة الداخلية للقضاء على عناصر العدو بينما تستمر ترجع الحياة كما كانت الحياة المدنية في هذه المدينة بعد أن تم القضاء على كافة العناصر. يتضح بأن هنالك عناصر أخرى للعدو تتواجد تقوم الآن بمحاولة اختطاف لحافلة ركاب مدنية على متنها عناصر مدنيين. يتم تكليف قيادة العمليات الخاصة لتحرير الرهائن المدنيين وإلقاء القبض على عناصر العدو الذين لا زالوا يحاولون إدارة الفوضى في هذه المدينة. نشاهد الدراجات الوعية العاجلة السلالم الموجودة على آليات المارس في الأرواح. يتم طلب مروحية وذلك لعملية إخلاء العناصر المدنيين المحررين من الحافلة عبر الجو بعيدا عن منطقة التوتر. يتجهون الآن بمعية الرهائن المحررين من الحافلة المختطفة يتجهون نحو سلة الإنقاذ بعد أن تم التأكد من السلة. ترتفع المروحية الآن لوحية البلاك هوك حاملة سلة الإنقاذ مرتفعة في كبد سماء دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه السلة التي تم إنقاذ وإخلاء الرهائن المحررين من الحافلة تحت حماية عناصر العمليات الخاصة لحرس الرئاسة. هؤلاء الرجال الذين يتمتعون بالقدرة الفائقة والتدريبات الخاصة والتسليح الخاص للقيام بعمليات سريعة ودقيقة ونوعية. شهد رجال
قواتكم المسلحة بعد أن قاموا بهذه العملية المشتركة والنوعية. نشاهد الآن الصقور المخلصين حصروا في سلم الركب الأبات الفاتحين وتوشحوا بوجاه عز واكتفوا بالفخر رمزا دون لغط الطامعين. قسموا على القرآن قسما خالصا وتحصنوا بالله والعهد اليقين. بينما نشاهد الآن مرور الآليات المشاركة في هذه العملية بعد أن قاموا بعملية شجاعة لتطهير المنطقة من عناصر العدو الذين تحصنوا فيها. نشاهد الآن في كبد السماء قيام عناصر فريق القفز الحر التابعين للعمليات الخاصة لحرس الرئاسة. يقفزون الآن من على ارتفاع شاهق عبر المظلات. سيهبطون السماء ضياء وازدانت الأوقات والأجواء وتزينت بلدي بحلى رائعة. علم البلاد يعانق الزرقاء تلك السماء مع الضياء تقاسمت فخرا على راياتنا العلياء. ها هم جنود خليفة قد رسموا بها علم البلاد توشحته سماء. الشيء ينكر بالشبيه إذا حضر وبمثلها تتبين الأشياء. رسل السلام كما الغمام تعاضدوا طهرا كغيث مثل وابل ماء في القريب توافدوا لما تكالب حوله الأعداء. حين استغاث الجار هبوا سرعا حزما وعزما دون رجوة ناه. ضحوا بأرواح عظيمة طاهرة في نصرة المكلوم والضعفاء. الأرض شهيدة على أفعالهم رسموا خرائطها بطهر دماء. والبحر قد خاضوا عباء زايد أبناء زايد قولنا وفعالنا نحن الدواء إذا تمادت داء. حصنا منيعا للبلاد وخالصا منهم لقلاء. بينما نشاهد الآن وصول عناصر القفز الحر حاملين أغلى الرايات، رايات دولة الإمارات العربية المتحدة وراية القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة. نشاهد اقتراب الفرسان، فرسان حرس الرئاسة على صهوة العاد. يحملون أغلى الرايات وأعز الرايات وأروع الرايات وأجمل ما يتواصل الآن هبوط عناصر القفز الحر حاملا راية الهوية الإعلامية الوطن المتحدة. تزينت السماء وتزين البحر وتزينت الأرض برجال قواتكم المسلحة. نشاهد تلك الراية علم دولة الإمارات العربية المتحدة تصل الآن بينما صهوة العاديات. نشاهد الآن في كبد السماء المروحيات تتجه الآن من جهة اليمين تقترب من المنصة الرئيسية وذلك لتأدية التحية لسيدي راعي الحفل. بينما الفرسان على صهوة العاديات هنا نربط الماضي بالحاضر لنقدم هذه اللوحة الفنية بأن رجال القوات المسلحة دائما
على أهبه الاستعداد، هم الحصن الحصين، هم الدرع المتين لهذا الوطن العظيم، ليبقى هذا الوطن في عزة في شهد الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حافظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبمتابعة حديثة دائما من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. بينما نشاهد غريب فرسان الإماراتيين يقدمون هذا الأمر الجميل، راسمون على دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناورة المسمى بالبسمة الإماراتية، البسمة المالية الإماراتية أو الDNA. بينما تستمر السماء تتزين السماء بروحيات قواتكم المسلحة المشاركة بهذه العملية بكافة أنواعها من روحية الشنوك ومن روحيات الأباتشي الهجومية، العبث بأمن وأمان الوطن والمواطن ولكل مساس بإنجازات ومقدرات حاكم إمارة أم القوين، إن قواتكم المسلحة تجدد العهرات العربية المتحدة في نقل حي ومباشر لعرض حصن الاتحاد ഒരുപാട് ജനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ പല ഫ്ലൈറ്റും അതുപോലെ ഹെലികോപ്റ്റർ ജെറ്റ് ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തും ക്യാമറ എത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.